مرحبا بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور، ونبتدي معاكم أخبارنا. ودايما نشوف أخبار وزارة التربية والتعليم، لأنه رغم أن لسه الامتحانات والنتائج يدوب طلعت وثانوية عامة ربنا معاهم بيمتحنوا، لكن الاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة والتقديمات اللي لسه بيقدموا لأولادهم في المدارس الخاصة سواء عربي أو لغات أو مدارس دولية. وبعدين بيقولوا لنا في المدرسة ما تروح تقدم لابنك أو لبنتك، لا ما فيش، احنا خدنا الاعداد المطلوبه، فاحنا عندنا الكثافه عاليه، وعشان لازم تجيب لنا مش عارفه تاشيره من مين تقبل فوق الكثافه عشان دي مسؤوليه. فالخبر هنا بيتكلم ان في سماح للمدارس بزياده الكثافه في المدارس دي بحاجه اسمها الفصل الطاير. فصل الطاير ده اللي هو حاجه فوق الكثافه، هيكون بقى عدد الفصل كام على حسب المدرسه، بتاخد 20 طالب 30 طالب في المدرسه، مفيش 20 يعني 30 40 طالب في الفصل ده، هم دول اللي فوق الكثافه. لكن الاهم، وهحط دي بين قوسين لان ده محتاج متابعه، دون مصاريف زياده عن المصروفات الاساسيه بتاعه المدرسه. يعني مش عشان هاخد ابنك فوق الكثافه او في الفصل الطاير اللي صرحت بيه بنسبه 10% وزاره التربيه والتعليم فهقول لحضرتك لا، بس ده مقابل كذا زياده في المصروفات. لو احنا هنتكلم رسميا مفيش الكلام من ده. هل في متابعه بقى للكلام ده انه هيحصل ولا لا، والمدارس ما تطلبش، ولو ما طلبتش بشكل صريح هتحصلها بشكل او باخر تاني في صوره اي حاجه هتطلبها من ولي الامر؟ هو ده اللي احنا بنرجوه من وزاره التربيه والتعليم، انها تتابعه كويس جدا، ان زياده المصروفات تكون في اطار المصرح به فقط لا غير. كمان من أخبارنا الخاصة بالتعليم، مدير تعليم القاهرة يحذر طلاب الثانوية العامة من حيازة هواتف المحمول داخل لجان الامتحانات، وبيقولوا أن ممنوع الموبايل، واللي هيتم اكتشاف معاه موبايل هيتم إلغاء الامتحان ليه. ومكتوب كده سطر أنا مش عارف صح ولا غلط الصراحة، يعني وقد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة. حبس يعني تحبسوا العيال؟ يعني مش عارف برضو مين اللي قال ان يبقى في حبس يعني، لكن طبعا تلغي له الامتحان عشان بيغش او معاه موبايل وارد جدا طبعا، يعني لاني انا مع جدا ان فكره تكافؤ الفرص، لان فكره تكافؤ الفرص بتقوم على فكره ممنوع الغش، ممنوع ان احنا يبقى معانا اي ادوات ممكن نغش من خلالها، وده امر بديهي وامر مطلوب عشان ما يتساواش الشخص اللي مش مذاكر مع الشخص اللي مذاكر، وبنشوف بهدله وحاجات كده على مدار السنين اللي فاتت. انا مع ده جدا، لكن الحقيقه انا مش يعني عقلي مش قادر يتفهم فكره ان انت ممكن تحبس طالب توديه السجن، يعني يقعد مع المجرمين. ما عملت ايه يا حبيبي؟ كان معايا موبايل في الفصل، فشغلانه يعني. لكن طبعا بالتوفيق لكل اولادنا وحبايبنا في الثانويه العامه، بنقول لهم شد حيلكم، اعتمد على نفسك، ما تفكرش باي افكار غش، هتاخد نصيبك وهتاخد اللي انت يعني الدرجات اللي انت تناسب مستواك، والإنسان يقدر ينجح في أي حتة. لو دخل معهد هينجح، ولو دخل كلية كبيرة جدا هينجح. كله النجاح في الحياة ملوش أي علاقة جدا بدرجاتك في الثانوية العامة، أنت كنت جايب 60% ولا كنت جايب 100%. بالظبط، مفيش داعي تعرض نفسك للمساءلة أو للمشاكل أو إنك تتحرم وتضيع من عمرك سنة وسنتين عشان خاطر إنك أنت تغش ولا تحل سؤال زيادة. هنروح لهيئة الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة. خلي بالكم بقى من الخبر ده، يعني أنا معرفش هنقدر نتواصل مع دكتور منار دلوقتي ولا هيبقى صعب، لكن هنحاول إننا نكلمها عشان نشوف التفاصيل. خلي بالكم النهاردة هيئة الأرصاد بتقول إن هيبقى في يعني هواء بتراب يصل لحد العاصفة. يعني احنا كنا ما تنسيش تقولي ان في مطر، انا وانا جاي كان في مطره. انا ما شفتهاش. انا شفتها. طب ما جاتش المطره عندي وانا نازله يعني. لكن هيئه الارصاد بتقول ان احنا هنتاثر بمنخفض جوي هيسبب في الرياح والاتربه، واللي بيقولوا انها توصل لحد العاصفه. من فضلكم يعني خلي بالكم عشان ما نتفاجئش الناس اللي بتسوق على الطريق، البيوت بقى قفلوا الشبابيك والازاز والدنيا عشان التراب، الناس اللي بتعاني من امراض الحساسيه برضه وتخلي
تخلي بالكم. كمان هيئة الأرصاد بتقول أن أكتر المحافظات اللي هتتدهور فيها الرؤية الأفقية ويكون فيها الرياح شديدة جدا الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، إنا، منطقة خليج السويس، محافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية. دي هتبقى أكتر المحافظات، لكن بشكل عام انتبهوا وخلي بالكم لغاية ما تعدي بخير وسلام. وحالا درجات الحرارة تكون قدامكم على الشاشة. من أخبارنا كمان، وزارة التموين بتعلن أن 30 يونيو الجاري هو آخر موعد لصرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين. وزارة التموين على مدار سنة تقريبا كانت بتصرف دعم استثنائي للأسر الأولى بالرعاية، مش لكل بطاقات التموين لكن للأسر الأولى بالرعاية. كان في أسر بتاخد 100 جنيه زيادة والأسر بتاخد 200 جنيه زيادة. كانت بتكلف وزارة التموين كل شهر ال 100 جنيه وال 200 جنيه دي، كانت بتكلفهم 833 مليون جنيه، 833 مليون جنيه. أنا ليا رأي بس في الجزئية دي، أحب كده لو وزارة التموين تسمعنا أو الحكومة حد بيسمعنا. ال 833 مليون جنيه أنا شايف إن ال 100 جنيه حتى لو اديتها لواحد فقير ما بتعملش حاجة، يعني ما بتضيفلوش حاجة في حياته، يعني مش هو بياخد بطاقة التموين بتاعته، بياخد الزيت والسكر والعيش، لما هتزود له 100 جنيه مش هيتشبرق، يعني مش هيبقى 100 فل و14. لكن ال 833 جنيه دي بتمنى إن هي ما تتشالش، بس ما تنزلش في إطار اللي هي 100 جنيه أو 150 جنيه أو الكلام ده كله، لا، يتم عمل بيها أي برنامج، يتم بيها عمل ما تتحط في لوزارة تانية وتروح يتعمل بيها مصانع نشغل بيها الناس، نفتح بقى. أفضل من أن أنت تديني كيس فيه سكر وزيت وحاجات كده، أن أنت تفتح لي باب رزق. أنا مش عايز 100 جنيه مش تعمل لي حاجة، لو أنا فقير والفقر بياكل في جتتي، ال 100 جنيه مش تعمل لي أي حاجة، مش هتزودني، مش هتغنيني ولا هتزودني ولا هتكفي حتى تمن التزاماتي. ده لو أنا فقير جدا 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 ما بجيبش جنيه من بره، ال 100 جنيه برضو مش هتجيب لي حاجة. فبتمنى أن ال 833 مليون جنيه شهريا، ما يقرب من مليار جنيه، يبقى فيها صرفة تانية، يبقى فيها نفكر أفكار خارج الصندوق، فتح أبواب رزق للناس. تخيل مثلا انت لو رحت لحد فقير قوي وانت عارف ان هو فقير قوي، فتحت له باب رزق بيجيب منه فلوس يصرف بيها على عياله، بدل ما يبقى فقير يدخل بقى في شريحه اكبر، بدل ما يبقى معدوم يبقى فقير، لان في فقير وفي معدوم على فكره، المعدوم يبقى فقير والفقير يبقى حاله افضل. فبتمنى يبقى في افكار تانية بخلاف فكره الاستسهال واديله 100 جنيه، انا بشوفها ان هي فكره فيها نوع من المشاعر الطيبه والجميله وكل حاجه، بس ما اعتقدش ان هي فادت الناس بالقدر الكافي. من التموين والإمكانيات البسيطة والأزمات اللي الناس بتعرض لها في الفترة دي، لأن من حق كل الناس رغم الظروف الصعبة أن كل واحد عاوز يغير جو، يتفسح، ياخد ولاده ويصيف. إيه الأماكن اللي ممكن الواحد يروح فيها ويقعد فيها على شاطئ ويستمتع بالبحر من غير ما يغرم أو يتكلف فلوس كتير؟ فأجمل يعني محافظة كلنا بنحبها وليها ذكريات عند كل واحد فينا هي اسكندرية. واسكندرية بقى المصيف كان الأساسي لكل البيوت والأسر من زمان، يقولها من آخر الدنيا كده زي ما بيسموها عروس البحر المتوسط. لكن مع الأسعار بقى والشواطئ وهدفع إيه، فمحافظة اسكندرية أعلنت عن 64 مكان أو شاطئ بفلوس قليلة أو في حاجات كمان بالمجان. يعني يقال، أنا هقول الخبر زي ما هو، من 5 جنيه ل 25 جنيه هي رسوم الشاطئ، وبيها تاخد شمسية وأربع كراسي، يعني بتبقى الأربع أفراد. في هنضاعف ده لو في عدد أكبر من الأسرة أو عدد أفراد الأسرة أكتر من كده. من ضمن برضو يعني الكلام اللي أعلنته محافظة اسكندرية إن في شاطئين بالمجان تماما، شاطئ المندرة والأنفوش. والمندرة يمكن اشتهر شوية الكام سنة اللي فاتوا وبقى عليه إقبال، ليه؟ لأنه اهتم جدا
ذوي الهمم بالمكفوفين ان يكون في خدمه خاصه ليهم على الشاطئ، يكون في كراسي مخصصه ليهم، يكون في غرف خاصه بيهم، يعني الخدمه ليهم هم بشكل كبير جدا. فالمنظره والانفوشي مجانا لاي حد عايز يروح يغير جو، بيستقبلوا كمان رحلات المدارس، دور الايتام، اي حاجه فيها مجموعات وحابه انها تفسح الولاد، او دور المسنين عايزين يفسحوا كبار السن ممكن يروحوا الشاطئ ده او ده. كمان معانا يعني خبر عن تراخيص المحال، وبتناشد المواطنين الإسراع في تقنين أوضاعهم لتجنب العقوبة. ويعني في الخبر في قانون 154 لسنة 2019 ضرورة الإسراع في التقديم للحصول على تراخيص النشاط التجاري وفقا للقانون والاستفادة بالتيسيرات اللي حددها القانون. اشتراطات الحصول على الترخيص هقوله لحضراتكم دلوقتي. حدد ضوابط واشتراطات مطلوبه لكل نشاط الحصول على الرخصه، وايضا تحديد رسوم ترخيص. يعني انت بتروح للحي اللي انت تبعه بتقول له على النشاط اللي انت بتمارسه في المحل عشان يقدر يكون عندك ترخيص. بعد كده اللي مش هيبقى عنده ترخيص في المحل هيواجه صعوبة كبيرة جدا. وبالمناسبة موضوع التراخيص ملوش علاقة بموضوع الضرائب، يعني ممكن يكون واحد فاتح عنده المحل مرخص و100 فل و14، لكن هو في الحدود التي تسمح ان هو ما يدفعش ضريبة، لان الناس طبعا بتخاف. احنا في مصر لما بتقول لحد تراخيص يبقى يقول لك بس ده عايزين يقطعوني، ده هيسلموني تسليم اهالي للضرائب. لكن الترخيص المفروض ان هو ملوش علاقة بده. انت المفروض النهارده لو عندك ورشة او عندك حاجة يبقى عندك ترخيص بده، لان الورشة مثلا فيها ازعاج للسكان حاجات كده، فبتروح للحي وتعرف منه شروط الترخيص. لأننا داخلين على أجازات، وأجازات عيد الأضحى، وكل الناس بتسافر من قبلي ومن بحري، واللي رايح يقضي الأجازة عند أسرته، فأكتر وسيلة مواصلات أو أكتر إقبال بيبقى على القطارات. ففي مواعيد إضافية للقطارات أعلنت عنها هيئة السكة الحديد، هتشتغل بس لمدة 15 يوم. ممكن تسألوا عليها وانتوا بتحجزوا عشان تسافروا أو هتقضوا الأجازة بتاعتكم سريعا، عشان اللي هيسأل على مواعيد القطارات دي وهتكون شغالة من الفترة من يوم ايه ليوم ايه. قطار 19-42 تلتة مكيفة القاهرة أسوان هيشتغل من 22-6 لغاية 7-7. قطار 19-43 تلتة مكيفة أسوان القاهرة هيشتغل من 23-6 لغاية 8-7. قطار 19-44 تلتة مكيفة اسكندرية أسوان هيشتغل يوم 25-6 فقط، اليوم ده بس، ده إضافة يعني ميعاد اضافي او قطر اضافي. قطار 19-45 تلتة مكيفة اسوان اسكندرية هيشتغل يوم واحد بس، يوم 2-7. دي المواعيد الاضافية اللي اعلنت عنها هيئة السكة الحديد. اللي ملحقش انه يكتبهم او يعرفهم وانتوا بتحجزوا لمواعيد السفر بتاعتكم تقدروا تسألوا ايه المواعيد الاضافية. كمان عندنا خبر عن الأسماك، ارتفاع البلطي وتراجع البوري بالأسواق. طبعا بالصدفة النهاردة أكتر من تليفون جالنا، مع أن كنا بنتكلم في موضوع يعني ليه علاقة بالعزومات وكده، فكذا حد قال ده حتى السمك غالي جدا. للأسف السمك واللي هو سمك الغلابة اللي هو البلطي مثلا بقى خارج الإطار، إن صعب إن أسرة تشتري. يعني النهاردة بنتكلم إن كيلو اللحمة غلي، طب النهاردة الناس صايمة أو حتى مش صايمة وعايز تاكل أكلة سمك تاكلها بكام؟ أكلة السمك النهاردة بقت أغلى من اللحمة وأغلى من الفراخ. البلطي ده يعني الناس كانت بتجيبه اللي هو يعني أهو يعني ما فيش أكل النهاردة، بدل ما نجيب بيض وجبنة نجيب ننزل نجيب 2 كيلو بلطي. ليه البلطي يغلى أصلا؟ البولت غالي جدا. ليه يغلى البولت؟ البولت النهارده وصل في الاسواق، انا مكتوب قدامي ان هو ايه مش عارف حاجه و70، بس انا عارف ان هو وصل في بعض الاسواق ل 85 جنيه الكيلو. انا بكلمكم على من غير تسويه، يعني مكتوب ان البوري ب 90، انا عارف ان هو في بعض الاسواق عدى ال 100 جنيه. انا بكلمكم عن الاسعار يعني اللي موجوده في السوق. فاسعار الاسماك انا ما اعرفش، يعني انا برضو لا املك هنا غير ان انا اتكلم. يعني انا شغلتي
في مذيع لا املك غير ان انا اتكلم واقول. تقول لي الاسعار، ما اقول لك ما اعرفش، انا بحاول اتكلم يعني بصوتنا ونقول ان ازاي احنا دوله نمتلك نيل ونمتلك بحوق بحر احمر وبحر متوسط وبنمتلك مزارع سمكيه، وبيتقال ان احنا بنصدر سمك، والسمك عندنا غالي جدا 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 جدا. يعني انا عارف ان الاعلاف مؤثره على موضوع السمك، بس الاعلاف دي خاصه بالمزارع. طب والسمك اللي بيطلع من البحر بيروح فين؟ ده انا بكلمكم على السمك النيلي، بكلمك على البلطي والبوري اللي هو سمك النيل وسمك المزارع. انا ما جبتلكش سيره السمك اللي بيطلع من البحر عشان ما تتعبش نفسيا. يعني انا مش عايز اجيب سيره البحر عشان ما حدش يتعب نفسيا واقول له الكيلو ده ب 400 وده 450 وده 380 وده حاجات كده. فبتمنى يعني انا ما اعرفش يعني. طب النهارده السمك دي كانت اكله الغلبان، النهارده السمك ده اكله اللي معاه، هو حد كده معاه فلوس او اول الشهر لسه قابض يقول لك نديها اكله سمك ان شاء الله ما حد حوش. يعني النهارده تدخل مثلا لو دخلت مطعم بقى وربنا كرمك ودخلت مطعم هتدفع يعني تدفع الافات وتخرج يعني. فما اعرفش احنا المفروض السمك ده يبقى الاكله البسيطه التي يستطيع التي يعني التي تكون في مستوى الجميع او في متناول الجميع. السمك المجمد والمستورد كانت الناس بتروح له لما ما بتقدرش على سعر السمك الطازه في وقت مكان ارخص، وقت مكان رخيص. فتخيلوا بقى حتى السمك اللي هو المستورد المجمد اللي هو كله ميه بعد ما تسويه ملوش اي طعم بقى سعره كام. طبعا قصاد السمك النيلي بقى سعره كام. فنتمنى يكون في مراجعه لاسعار السمك لانه في علامه استفهام كبيره ليه الاسعار وصلت لكده. طيب دي كانت أخبارنا، وعشان فترة امتحانات الثانوية العامة وأنا عارفة أن كل البيوت ربنا يكون في عونكم حالة من التوتر والشد اللي بيبقى فيها أولياء الأمور قبل ما يبقوا الطلبة، إحنا اللي بنعملهم الحالة دي. فإزاي نكون في توتر، نبعد عن التوتر ونكون في حالة هدوء كده في فترة الامتحانات؟ نتكلم ندي روشتة بسيطة يعني يا رب كلنا نقدر نعملها. هيكون عندنا فقرة تانية خاصة بالسيارات، عربيتك بتسخن في الجو اللي إحنا فيه النار بقى، فلو لقيت مؤشر العربية ايه اللي يحصل، ازاي احافظ على عربيتي في فترة الصيف بعد الفصل.